حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا وفي المركز الثالث قندهار الشلفة الشلفة الفضية تقترب من اللورد العملاق السيلاوي الله الله العبور العيدة يا عبد الله يا بن سعيد أرى العبور تعبر إلى مرافئ الأمن والسلام تعبر إلى مرافئ الرموز تعبر إلى مرافئ الإنجازات ها هي العبور تواصل رحلة العبور نحو خط النهاية الله اللورد 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 الشلفة سيلاوية وعبرت العبور أيها الحفل الكريم إلى الشلفة الفضية ليكون الانتصار انتصارا سيلاويا مع اللورد سلام السيلية سلام وسلام العبور والشلفة مع اللورد المركز مخباط مخباط مرموق مرموق الخنجر الخنجر مع مرموق مع مرموق مخباط يحاول اللحظات الحاسمة يا سلام يا سلام عاد مرموق عاد مرموق مخباط خبط الخنجر فاز بالخنجر انتزع الخنجر حتى هذه اللحظات عاد مرموق بوشريدة العيدة اللحظات الحاسمة الخنجر الفضي يا سلام السوبر هاتريك مع العيدة مع العيدة مع الشعار السيلاوي يسجل السوبر هاتريك في مساء هذا اليوم مخباط مخباط الخنجر الفضي مع مخباط تهانينا والناموس الشعار السيلاوي وللورد عبد الله بن سعيد العيدة إلى مقدمة الشوط بن جبران مع المركز الثاني لكن المركز الأول مع مقدمة الشوط مع المقدمة مع صدارة ومقدمة الشوط يذهب الناموس مع دمعة مع دمعة دمعة هزاع بنت رحيب بالنايف الهاجري يخطف الشلفة الشلفة الفضية الله مرحبا بدمعة خط النهاية يقول مرحبا بدمعة دمعة بنت رحيب هذه لحظات الفوز لحظات الانتصار يحقق هزاع بن محمد بنت رحيب النايفة الهاجري هذا الناموس المستحق مع الشلفة الفضية في هذا الشوط تهانينا والناموس هجن التحدي والله وفعلتها هجن التحدي هنا بن كردي على المركز الثالث ولكن الله عاد هنا عاد بن عنزان عاد بن عنزان مرة أخرى مع معزم معزم والسيج شعار هجن التحدي وشعار بن عنزان الله معزم 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 وهنا السيج السيج الرمز 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 مع السيج مع معزم مع معزم معزم السيج السيج معزم اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة معزم النخس النخس من الجانب الأيمن النخس من الجانب الأيمن بن عنزان الله 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 هجن التحدي مع الرمز هجن التحدي مشاهدينا الكرام نعود لأسياد نعود لأسياد نعود لأسياد يلا يا أسياد مع انطلاقتها يا سلام يا أسياد النيسان بترول ستيشن ولكن هنا هقوة هقوة وأسياد أسياد وهقوة هقوة وأسياد أسياد وهقوة ولكن ولكن هناك قدوم جديد أيضا من سحابة لحسن بن حمد بن راشد انجفال النعيمي ولكن الله يا أسياد الله يا أسياد سلام سلام عليكم يا الراية سلامي عليكم يا الراية سلامي عليكم لأهل المملكة أيضا وبانطلاقتها وصالح 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 بن علي بن راية تهنية أيضا خاصة من أبو شارف لصالح بن علي بن راية على فوز أسياد راعية الإنجازات والتهنية موصولة لأهل المملكة العربية السعودية على فوز الله 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 هناك
مصيع وظبيان معركة الكبار في هذا المسار. مصيع مع المركز الأول، ظبيان على المركز الثاني، الذيب على المركز الثالث، وهناك راهي على المركز الرابع. ولكن هناك مصيع، مصيع بصيحات الجماهير، ولكن الذيب 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 غادم الذيب، ومصيح ما زال صامد صامد مع اللحظات الأخيرة. بن شنان وهنا بن عنزان النعيمي في معركة من أجل ناموس ومن أجل انتصار، ولكن الذيب تسلل الذيب اللحظات الأخيرة. مصيح الذيب النعيمي وهناك بن شنان، ولكن الذيب يحقق هذا الانتصار. تهانينا وناموس لحمد بن عنزان، بن محمد بن عنزان النعيمي على فوز الذيب وتحقيق الإنجاز. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني. الزعبي وكذلك حضور الاسماء، حضور الشعارات. المركز الثاني اللي تحركت بهذه اللحظات وصلت الصدريه، خليفه بن حمد بن خليفه العطيه يقدم لنا هذا العطاء المميز بحضور شعاره بانطلاقه على البدايه. المركز الثاني الجذابه، المركز الثالث وضحى على المركز الثالث، لكن راح بالناموس العطيه، راح بالتتويج، راح بالمقدمه، راح بالصداره العطيه. ولا ننسى المقامر سعيد بن بطي الزعبي، لله درك يا الزعبي وش سويت في هذا الشوط، غامرت يا المقامر وحظيت بالسيارة مع شعار العطية. الثاني والتبريكات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز السدرية، والتهنية لك يا سعيد يا بن بطي. الأخويا قادم بشعار القمرة، اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الناموس وين؟ الانتصار وين؟ أبناء الكويت وأبناء الشحنية، الله الله الله، بالنايفة والعتيبي والقمرة، اللحظات الأخيرة ضاري، وأيضا هناك تبوك. والأخويا اللحظات الأخيرة، ولكن ضاري ضاري، والأخويا القمرة وبالنايفة اللحظات الأخيرة لخويا، وهناك أيضا ضاري. الانتصار وين لخويا؟ وهناك من الجانب الآخر ضاري بالنايفة، القمرة بالنايفة، القمرة. تهانينا والناموس لمالك ضاري، تهانينا والناموس لعبد الله بن هزاع بن محمد بن نايفة الهاجري على من الرابح في هذا الشوط. طفرة 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 مع العجمي، طفرة مع الانتصار، مع الناموس والتحدي. لا زالت بشعار العجمي منطلقة بالمركز الأول. القمرة يحاول مع إزعاج، وأبناء السلطنة قادمين مع سمحة. من الذي سيخطف هذا الشوط؟ النيسان بترول ستيشن. التحديات الواضحة في هذه اللحظات من سمحة مع أبناء السلطنة، مع أبناء السلطنة. الناموس يتجول هنا، ولكن سمحة 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 إلى السلطنة، إلى السلطنة السلام، إلى ميدان الأبيض بالتحديد، منجم السبق. سلام سمحة سلام، شعار ممثل السلطنة الدائم يفوز في هذا الشوط، ويقدم سمحة تهانينا لحمدان بن غافل بن مجمل بن حميد اليحافي على فوز سمحة بالمركز الأول. يصل حسين بن صالح بن راشد الجربوعي المري، من وصل مقدما لنا هذا الانطلاق. مجوخ مجوخ، ولكن البداية وصدارة الشوط. شباب مع البداية، شباب مع المركز الأول، عبد الرحمن بن علي بن راشد ألف هيد المري، ومجوخ مع المركز الثاني، ولكن شباب شباب. والأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، السيارة يرعى شباب، النيسان بترول ستيشن. الله يا سلام، سلام شباب سلام، سلام شباب سلام على هذا الأداء المتميز والجميل والعرض الرائع في هذا المساء. سلام لشباب وإلى مالك شباب عبد الرحمن بن علي بن راشد آلف هيد المري، أسعد الله مساك على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل هنا مجوخ حسين بن صالح بن راشد الجربوعي المري. السيارة بالانتظار، واصلينك الجماعة الوضيحية وكذلك حشيمة. يا بوي يا بوي، كل
كلا يغني على ليلى. وهذه الليلة ليلة غالية، ليلة غالية. الله يا الشحرية، الله يا الشحرية، الله يا الشحرية. يا بن نابت واسرك العطية، واسرك مع الوضيحية. دير بالك، دير بالك. يا ابو 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 يا ابو. الله يا الشحرية، الله يا الشحرية، الشحرية. التهاني، السلامات، السلامات، السلامات. ما طاعت تسلم، امسكت راس وراحت راس الشحانية. وعلى ارض الشحانية تهانينا يا بن نابت، والف مبروك لحصول على المركز الاول. المركز الثاني عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي. وصل البريدي، وصل البريدي، وصل البريدي. سلام يا بارود، سلام، سلام يا البريدي، سلام، سلام يا بن ذروه، سلام، سلام يا بن ذروه، سلام. اما الانجاز هكذا والا فلا. انجاز البريدي، ها هو يمتاز، يمتاز البريدي بانطلاقه بارود. بارود يا بارود، بارود على المركز الاول، بارود على المقدمه، بارود على مقدمه الشوط. ينطلق انطلاقا ممتاز هنالك بهذا التحدي الكبير. بارود البريدي، بن ذروه يا بن ذروه، ها هو يحتفل بوصول بارود على المركز الاول. تهانينا والف مبروك على حصول بارود لعبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي. اما مع المقدمة خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتواجد مع البداية، يقدم لنا مليفة في مقدمة هذا الشوط. تنطلق إلى نحو الناموس هذه منيفة مشاهدين الأعزاء، منيفة مع الصدارة. ولكن المركز الثاني شرها مشاهدين الأعزاء عيد بن سالم بن عودة العطوي، ولكن نعود إلى الصدارة. الله يا منيفة، منيفة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز والأداء المتميز. هنا مشاهدين الأعزاء المغامر سعيد بن بطي الزعبي من يقدم لنا منيفة في المركز الأول. تهانينا، تهانينا والسلام مباشرة إلى هذه الجريان. تهانينا للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز منيفة بالمركز الأول. المركز وشوف اللي واصل، شوف سياد عبد الهادي بن ناصر بن جابر الغفراني المري، الغفراني المري. وين الصدارة؟ وين؟ وين الصدارة؟ وين؟ أمتار أخيرة فاصلة عن خط النهاية. مروح 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 سياد، مروح سياد. الله 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 الله. سالم بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، يا سلام يا سلام. بن مهيرة من يتقدم، ينطلق ويطلق عناني، مروح مع السيارة. الله الله يا سلام. تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات. للمالك مروح، لمالك مروح. بن مهيرة، بن مهيرة، سالم بن سعيد بن محمد الجربوعي المري من ينطلق بانطلاقة مروح. المركز الثاني من وصلنا سيار عبد الهادي بن ناصر بن جابر الغفراني المري ثالثا. في هذا الشوط المركز الثاني من الجانب الآخر. هذا اللي قادمة، ولكن انتصار على البداية، انتصار على المركز الأول على مقدمة في هذا الشوط مع محمد بن راشد بن فهد الفهدي المري. المركز الثاني وصلت هنالك الشايبة سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري. المركز الثالث هنالك أيضا على المركز الثالث الشاهينية محمد بن حمد صالح. ولكن سلام، سلام يا المغامر، سلام، سلام يا الشايبة، سلام وسلام يا سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري المركز الثاني. مع
لعب الراعه عبد الله بن مسعود بن علي بن سفران المري يصل مقدما لنا فراعه، ولكن الزبداني بمين الشاهنيه الزبداني صامد مع البدايه مع شوط الختام مع الشاهنيه ناصر بن راشد بن محمد الزبداني المري، ولكن لهيب مع ذاني التحديات المركز الثالث رغد طلال بن سعيد المبارك بالنوره، ولكن شاهنيه الزبداني ولكن بالنوره غادم اصمد يا الزبداني وصل بالنوره مع رغد طلال بن سعيد بن مبارك بالنوره، ولكن الشاهنيه رغد الامتار الاخيره الامتار المجنونه رغد ولا شاهنيه، ولكن رغد سلام بالنوره سلام على هذا الاداء المتميز والجميل. نصل وإياكم إلى هذا السن، سن الجذاع سن الإمتاع، والبداية مع الفترة الصباحية رموز الإنتاج والمنتجين والشلفة الفضية للجذاع الكار للإنتاج ذهبت من نصيب شديدة لمسفر بن مبارك الشهواني. يستاهل مالك شديدة من انتزعت هذا الرمز الغالي والشلفة الفضية للإنتاج والمنتجين للفترة الصباحية. يستاهل مسفر بن مبارك الشهواني مالك شديدة هو يستلم هذا الرمز هو وأنجاله وإخوانه من نائب رئيس اللجنة المنظمة لصباغات الهجن. يستاهل ألف ألف مبروك يستاهلون. حضورنا الكريم، ننتقل في هذه اللحظات إلى شوط القعدان الإنتاج للفترة الصباحية ومع الخنجر الفضي مع شاهين لعبد الله بن سعيد الزعبي. يستاهل مالك شاهين عبد الله بن سعيد الزعبي من فاز معنا بالخنجر الفضي للقعدان الانتاج. يستاهلون بطي بن سعيد الزعبي وانجالهم الكرام. عبد الله بن بطي الزعبي يستلم هذا الخنجر. يستاهلون نقول الف الف مبروك. يستاهل راعي شاهين نقول له ألف ألف مبروك ويستاهلون. إذن هذا هو رمز شاهين والصور التذكارية تجمع هؤلاء الفائزين مع نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن من يسلم الفائزين هذه الرموز. ألف ألف مبروك ويستاهلون، يستاهلون جميع هؤلاء الأشبال يهمهم هذا التصوير التذكاري مع نائب رئيس اللجنة المنظمة ومع هذا الرمز الغالي في هذا المهرجان الغالي. ألف ألف مبروك، شكراً نائب رئيس اللجنة المنظمة. ننتقل حضورنا الكريم إلى فترتنا المسائية والأشواط المفتوحة. نبدأ مع الشلفة الفضية للشوط المفتوح للبكار الذي ذهب من نصيب العبور لسالم بن عبد الله العيدة. يستاهل بو سعيد وهذا الرمز الثالث في هذا المهرجان. يستاهل العبور وعبد الله بن سعيد العيدة هو من يستلم هذه الشلفة الفضية. يستاهل هو وأنجاله من يستلمون هذا الرمز الغالي وهذه الصور التذكارية تجمعهم بنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. إذن هؤلاء الفائزين وهذه الصور تجمع هؤلاء الفائزين وهذه الذكرى الجميلة والمميزة لهذا الفوز الغالي في هذا المهرجان الكبير. نقول ألف ألف مبروك. ننتقل إلى الخنجر الفضي للقعدان المفتوح مع مخباط لسالم بن محمد العيدة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الرمز الرابع. ألف ألف مبروك، تستاهل يا عبد الله بن سعيد العيدة، يستاهل الرمز الرابع في هذا المهرجان، وكان مع مخباط للشوط المفتوح لهذا السن سن الجذاع. يستاهلون هؤلاء الأشبال الذين حرصوا على أن يكونوا متواجدين في هذه الأشواط المسائية. صور تذكارية ستخلد في تاريخ الفائزين في هذا المهرجان. نقول ألف مبروك حضورنا الكريم. ننتقل إلى الشلفة الفضية للبكار العمانيات التي ذهبت من نصيب دمعة لهزاع بن محمد بن ترحيب بن نايفة. يستاهل بن نايفة
مالك دمعة من فازت معنا بهذا الرمز الغالي. تستاهل يا بن نايفة مالك دمعة هزاع بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري من انتزعت شلفة البكار العمانيات في هذا المساء. إذا نهني آل نايفة عامة على هذا الفوز. فيصل بن نايفة وإخوانه يفرحون بهذا الرمز، وهذه الصور التذكارية تجمعهم بنائب رئيس اللجنة المنظمة سعادة عبد الله بن محمد الكواري. شكرا لكل الفائزين. نعم الكل يفرح والكل يكون دائما مع هذه الذكرى الجميلة، وهذه الصور التذكارية مع هذا الطاقم العامل لعزبة النايفة نشكرهم جزيل الشكر ويستاهلون الناموس. ننتقل حضورنا الكريم إلى الخنجر الفضي للقعدان العمانيات الذي ذهب من نصيب السجل هجن التحدي. يستاهلون، تستاهل هذه المؤسسة الكبيرة. نعم بإدارة عزبة بن عقيل هو من يدير السيج المملوك لهجن التحدي. نهني هذه المؤسسة وجميع العاملين فيها وملاكها، ألف مبروك. يستاهلون، يستاهلون بن عقيل يستاهل. نابها حيلة دارنا اللي معنا